بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالإخوة الكرام المهتمين بزراعة أسطح المنازل. النهاردة فتح دماغك معايا، وعشان النهاردة درس مهم، وعايز أعلمك يعني إيه تسمد الخيار، يعني إيه تسمد الخيار اللي في الأصص. لو اتبعت البرنامج ده هو معايا ونفذته، صدقني يعني المدام هتعمل لك تمثال وهتبقى أنت روميو عندها. أما لو أخفقت بعض المصاريف اللي أنت هتصرفها، صدقني أنت بقيت عند المدام في الإكسباير ديت، فأيامك هتبقى طويلة يعني. فركز معايا كويس. وبرضو العكس للسيدات، لو في أي واحدة سيدة بتمارس زراعة الأنسجة يعني. زي ما قلنا عايزين نسمد الخيار في الأسس، هنعمل إيه؟ زي ما قلت 100 مرة، عندي عناصر كبرى وعندي عناصر صغرى. العناصر الكبرى، عندي العناصر الكبرى الهيدروجين والأكسجين والكربون، ودول الثلاثة بعمل عليهم كده إيه؟ خط. دول بيستفاد النبات، بياخدهم من التربة والهواء، ربنا بيديهم له من التربة ومن الهواء ومن المية، تمام. بعد كده النيتروجين اللي هو رمزه ال N، والفوسفور رمزه ال B، والبوتاسيوم رمزه ال K، ودول اللي صدعوا دماغنا بيهم الجماعة بتوع الزراعة. أنا عارف إن أنتوا قرفانين من بتوع الزراعة، عمال يقول لك N B K، هم دول. نيتروجين رمزه ال N، وال P يعني رمز الفوسفور، وال K يعني رمز البوتاسيوم. خش على العناصر اللي بعدها، المغنيسيوم ام جي، والكالسيوم سي اي، والكبريت اس. تمام، دول عناصر بنعتبرهم عناصر كبرى. وقلت 100 مرة الفرق بين العناصر الكبرى والعناصر الصغرى، ما فيش أي شيء خالص غير العناصر الكبرى بيحتاجها النبات بكمية كبيرة، العناصر الصغرى بيحتاجها النبات بكميات صغيرة. أما هما الاتنين من ناحية الأهمية، فعنصر النيتروجين اللي احنا بنحطه بكمية كبيرة هو نفسه نفس عنصر المولبدم أو الكلور أو البورون أو النحاس. تمام، خلصة خلصة بالشياكة. خش بقى على الايه؟ على العناصر الصغرى اللي هي الحديد والمنجنيز والزنك والنحاس والبورون والمولبدنم والكلور، تمام؟ بس الكلور لو زاد هيبقى مشكلة، عندنا كلور في مية الري، عندنا كلور في مية الري، لأن مصر بتعمل المية بتاعتها بالكلور، مية الشرب. فاللي بيسقي النبات بتاعه بمية الشرب لابد ان هو يحط المية، يعرضها للشمس عشان غاز الكلور يتبخر ويقل التركيز بتاعه في المية، وبالتالي ما يعملكش مشكلة، تمام؟ طيب نخش على الشفشربيني. شفشربيني لما بيدخل بيقول لك المقادير ايه وايه وايه وايه، احنا هنعمل زي الشفشربيني. يلا معلش، هنحط تروح تشتري لنا 10 كيلو ان بي كي، وهتشتري 5 كيلو نترات كالسيوم، وهتشتري 5 كيلو صلفات مغنيسيوم، وهتشتري لي 1 أو 2 كيلو عناصر صغرى. عناصر صغرى تشتريهم منين؟ من باب الخلق. هتلاقي الكلام ده؟ اه والله هتلاقيه، تمام. واحد هيقول لي طب والكبريت؟ ما احنا الكبريت اصلا مصلفه صلفات مغنيسيوم، عن كبريتات مغنيسيوم. وهتشتري لي، معلش انا اسف، هتشتري لي 5 كيلو نترات كالسيوم، سلفات بوتاسيوم، تمام. هتشتري لنا 5 كيلو سلفات بوتاسيوم، خلاص. يبقى 10 كيلو ان بي كي، 5 كيلو سلفات مغنيسيوم او مغنيسيوم صلفيت، 5 كيلو نترات كالسيوم او كالسيوم نترات، 1 كيلو او 2 كيلو، ممكن هو يكون كيلو على فكرة، ممكن يكون سايل للعناصر الصغرى، وممكن يكون باودر، فاللي تلاقيه مفيش اي مشكلة. بس كل دول يا جماعة يكونوا ايه؟ من شركات محترمة مهما على السعر بتاعهم. انت يعني هناخدهم بعدة جرامات يعني، تمام. هنيجي على الخيار. الخيار سريع صح ولا لا؟ انا عندي 3 مراحل زي ما انت شايف، المرحله الاولى، المرحله الثانيه، المرحله الثالثه، تمام. ال3 مراحل دول، المرحله الاولى المفروض هنبداها بعد قد ايه؟ لو انا شاتل بقى، ما انا يزرع بذور مباشر يا ازرع شتله. طيب احدد الاضافه امتى؟ احدد الاضافه لو انا شاتل بعد اليوم الخامس من الشتله، ابدا البرنامج بتاعي في المرحله الاولى. أبدأ اليوم الخامس من الشتلة، بعد اليوم الخامس من الشتلة أبدأ البرنامج في المرحلة الأولى من 5 لـ20 يوم. طيب لو أنا زرع بذرة مباشر بقى في الأصص، يبقى بعد خروج 4 ورقات حقيقية. خد بالك ده هو السخ يا جماعة، وده الجدر، تمام. ده هي ورقة فلقية، ماشي. الورقتين دول، ورق دي والورق دي، فلقية، ما بنحسبهمش،
ماشي. الورقة الحقيقية بقى اللي هتبدأ تطلع لك من هنا في الخيار، بتطلع الورقة وبيطلع في الإبط بتاعها برعم كده وبيطلع ثمرة، مش برضو في إبط كل ورقة بتلاقي إيه ثمرة من الأول خالص، ما بتستناش زي الطماطم من الأول خالص، وبتلاقي هنا إيه أفرع جانبية كده، بتلاقي الثمرة أهي والأفرع الجانبية طالعة هنا، الثمرة أهي في الإبط بتاع الورقة دي والأفرع الجانبية طالعة كده، ده اللي في الخيار. بعد 1 2 3 4 اكتمل 4 ورقات حقيقية، قلت اللي تحت ماليش دعوة بيهم، دول ورقات فلقية، دول ماليش دعوة بيهم خالص. أنا كل قصتي في إيه؟ في دي تعتبر الورقة الأولى، دي الورقة الثانية، دي الورقة الثالثة، دي الرابعة، الورقة الرابعة. طلعوا ال4 ورقات، ابدأ على بركة الله نفذ المرحلة الأولى، على الله تكون اتفهمت. المرحلة الأولى هتنفذ لي فيها إيه؟ إن بي كي أهو اللي إحنا متفقين عليه، تمام؟ اللي إحنا متفقين عليه، إن بي كي أهو 20 20 20. هتضيف لنا إيه؟ لكل نبات، الإضافة دي لكل النبات، نص جرام، نص جرام يوميًا أو 1 جرام يوم بعد يوم. لو أنت بتروي يوم بعد يوم يبقى 1 جرام، لو أنت بتروي يوميًا يبقى نص جرام. ماشي، على حسب الايه، على حسب الرأي. اتفهمت؟ دي المرحلة الاولى، من كام يوم؟ من اول اليوم الخامس للشتات لحد يوم ال20، او من يوم الرابع، من ال4 ورقات حقيقية اللي هي لحد هنا لحد اليوم ال20 ببدأ اسمي برنامج المرحلة الاولى، تمام؟ المرحلة الثانية برضه الـ NPK معايا، أيوه ماشي معاك. ليه؟ لأن أنا مش عايز أقول لك هات لي يوريا وهات لي نترات وهات لي بوتاسيوم وهات لي، أنا عايز مركب يغنيك عن 3 حاجات، تمام؟ لما الأكسجين والكربون والهيدروجين دول من المية والهواء، وعندي الـ NPK بجيبهم في مركب واحد، يبقى 6 عناصر من العناصر الكبرى شقطتهم اهوت من غير ما اصدع دماغي بيهم، تمام؟ والكبريت كمان مش هيدخل معانا، لان الكبريت اصلا كده كده بنضيفه في البوتاسيوم الصلفه وفي المغنيسيوم الصلفه، صلفه يعني كبريت، لما نقول بوتاسيوم صلفيت يعني سلفات، سلفات البوتاسيوم يعني كبريتات البوتاسيوم، ولما يكون مغنيسيوم صلفيت يعني سلفات المغنيسيوم يعني كبريتات المغنيسيوم، تمام؟ ماشي معايا اهوت ان بي كي في المرحله الثانيه. المرحله الثانيه دي يا جماعه من كام يوم لكام يوم؟ المرحلة التانية دي هنخليها من ال20، من ال20 يوم اهوت جنبها، من ال20 الى التلاتة خمسة، ال35 دي، تمام؟ من اليوم ال20 لليوم ال35 يعني اسبوعين، هبدأ اضيف 20 20 20، 1 جرام، 1 جرام، 1 جرام يوميا، زائد ايه بقى؟ نص جرام ماب مونو امونيوم فوسفيت، صلفات احادي الامونيوم، مونو امونيوم فوسفيت اللي هي الماب ام اي بي، تمام؟ طيب التركيب بتاع الماب ده ايه؟ التركيب بتاع الماب ده هو يا جماعه لو هنحط بقى تركيبه ايه في ال ان بي كي، لو قلت لو حطيت المعادله البتاع بتاعتي هي ان بي كي، هلاقي ال ان النيتروجين فيه قد ايه؟ الماب نيتروجين فيه 12 نيتروجين، وفي فوسفور قد ايه؟ فيه 62، ياه كمية عالية، يبقى الفوسفور هنا عالي. عرفت انا بحط الفوسفور ليه عالي؟ 62، بوتاسيوم زيرو ما فيهوش بوتاسيوم. طب ليه بحط الفوسفور عالي في المرحلة ديت؟ لأن الفوسفور بيشتغل لي على الجدر، باختصار مش عايز أدخل في أي تفاصيل، أنت ما يلزمكش إن هو بيشتغل على الجدر، بيخلي لك الجدر قوي تمام التمام، ماشي؟ فده بنزود الفوسفور في المرحلة ديت، يبقى المرحلة الثانية اللي هي من 20 ل 35 يوم إن بي كي 20 20 20، 1 جرام يوميًا، تمام؟ زائد بضيف نص جرام ماب، نص جرام ماب، انا كاتب الماب، لا والله ما كتبتوش، يبقى نجيب لنا برضو 5 كيلو ماب يا جماعه، انا اسف ما كتبتوش في الاول، تمام؟ هكتب ماب 5 كيلو ماب، معلش هشرب اي حاجه كده، هكتب 5 كيلو ماب، 5 كيلو ماب ماب، خد بالك انا مش السبوره بتتحرك وانا ماشي. يبقى المرحلة الثانية قلت من اليوم ال20 لليوم ال35 من بعد الشتل، قلت ان بي كي 20 20، 1 جرام يوميا زائد نص جرام ماب، تمام؟ طيب هروح المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة هتبدأ من 35 يوم، لأن المفروض أنا داخل على جمع لو الخيار بتاعي في الصيف، تمام؟ لحد باقي الأيام بقى، لحد وأنا ماشي بقى إلى ما لا النهاية، لحد الخيار ما يخلص مني، بحط الـ NPK هيكون كام؟ 20 20 20، تمام؟ الـ NPK عندي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، NPK 20 20 20 أحط 1.5 جرام، بزود يا جماعة، بزود، النبات بدأ يكبر معايا وابتدى يحمل وفي تزهير وفي كده، ببدأ إيه؟
ازود ال ان بي كي، بحط بجرام ونص، بعد كده 1 جرام ايه سلفات بوتاسيوم. بقى البوتاسيوم بيعمل ايه؟ بيكبر لي الحبايه بتاعه الخيار، حبايه الخيار بتكبر معايا جامد، فببدا احط سلفات البوتاسيوم، والبوتاسيوم سلفيت بحط منه قد ايه؟ 1 جرام. يبقى بياخد مني كام؟ بياخد مني كده 1.5 جرام، و1 جرام سلفات بوتاسيوم 2.5 جرام في الخيار وهو بيجمع، دول مش كتير قوي يعني. ممكن ننزلهم ل1 جرام و1 جرام، ولما يكبر شويه تزودهم ل1.5، ما فيش مشكله يعني. في بدايه المرحله الاولى ممكن 1 جرام ان بي كي و1 جرام سلفات بوتاسيوم، على اساس 2 جرام للنبات في اليوم كويسين عليه. لو ابتدى بقى النبات يجمع معاك جمع كويس، تبدا تزود له ان بي كي، تخليهم جرام ونص. اوكي، ده اللي هي المرحلة الثالثة، وديت قلت من 35 لما لا نهاية. البوتاسيوم هيبدأ بقى يكبر لي الحب اللي هنا بقى، هتلاقي تلاقي الايه البوتاسيوم بقى شغال بقى بيكبر لي الايه الحبه اللي هنا. يبقى النيتروجين بيديني نمو خضري، تلاقي النبات ايه مزهزه كده وازرق وايه الورقه بتاعته كبيره، تمام. الفوسفور هيديني جذر قوي زي اللي قدامك دهوت، والدنيا كويسه خالص. البوتاسيوم هيديني ايه؟ هيديني الثمره بتاعت الخيار، هتلاقيها كبيره وما عليهاش اي نقص للعناصر. طيب لحد كده في حاجه بس بسيطه بقى هضطر امسح بس حاجه، معلش يعني استحملوني شويه، تمام، عشان تعمل نفسك رومي وفعلا قدام المدام وتطلع حاجة كويسة، تمام. تيجي بقى عندي عناصر كالسيوم يا جماعة، الكالسيوم، وعندي الام جي مغنيسيوم، وعندي العناصر الصغرى دي انا لسه ما ضفتهاش. طب انا عايز اضيفها، اضيفها ازاي؟ كل اسبوع هتحط لي جرام بوتاسيوم بداية من مرحلة 2، مرحلة القلم شطب، يا ريت تلمهم من بعض وتجيبوا لي قلم. مرحلة 2 ماشي، هتبدأ تحط لي 1.5 جرام نترات كالسيوم، نترات كالسيوم. نترات الكالسيوم دي يا جماعة بتلاقيها رخيصة جدا على فكرة برضو، نترات كالسيوم هتبدأ تحطها لي في المرحلة 1.5 جرام. هتخلي يوم في الأسبوع ما تحطش فيه اللي أنا قلت لك عليه، تحاول تخلي لك يوم. أما المغنيسيوم ممكن 1.5 جرام برضو في الأسبوع، جرام أسبوعيا، تمام. العناصر الصغرى بقى هتجيب اناء صغير كده هو، تمام، بس المدام تكون مستغنيه عنه، ما يكونش من الجهاز بتاعها عشان ما تقلبش عليك، وتحط فيه لتر ميه، 1 لتر ماء او 0.5 لتر ميه، المهم تحط عليه جرام عناصر صغرى، جرام. وحضرتك تجيب البتاعه اللي عارفها اللي هي بتستخدم الجلاس بتاعت الازاز دي، تمام، اللي بترش ميه على الازاز تنضفه، ديت ازاز العربيه ولا ازاز المطبخ ولا اي حاجه، تجيبها وتحط فيها جرام في اللتر، تمام، وترش العناصر الصغرى دي على النبات، بس الرش يكون امتى؟ يا الصبح يا اخر النهار، اوكي؟ وكده يبقى العناصر الصغرى ابتدينا نحطها للنبات على صوره رش، يا الصبح يا اخر النهار قدام المغرب كده، تمام؟ تبدا ترش النبات كلته بس بمعدل جرام على اللتر، ولاحظ خد بالك بيحصل فيه سميه من اضافه العناصر الصغرى للنبات، النبات حساس لاضافه العناصر الصغرى، ما تقلش زياده، يا تحط سنتي بالسرنجه ماشي، يا اما تحط جرام يعني معلقه شاي صغيره او نص معلقه شاي كبيره، تبدا تحط بيها العناصر الصغرى. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا يا رب يا رب. ومش كل ما اشرح حاجه كل واحد عايزني اشرحها له لوحده، يقول لي اصل يعني مش عارف، ربنا يرزقنا كلنا نور الفهم، يغني ويخرجنا من ظلمات الوهم، ويفتح لنا ابواب رحمته، وييسر لنا خزائن علمه.